وقالت هيت لك. حلو، قالت هيت لك، يبقى هيت لك غير راودته. نعم. وغير همت، اصحوا. ثلاث مراحل. ايوه كده، مرحلتين في مسألة الزنا ومرحلة أخرى هقولها دلوقتي. واضحة ولا لا؟ تمام. يعني من أول المراودة هي بتعمل مقدمات لتصل إلى أن يزني بها أو معها أو زي ما أنت عايز تقول، عشان أنا بس أنا لازم نصحى كلمة إيه؟ راودته عن نفسه. إذن الذي يقع في الزنا يطلع من نفسه عشان يقع في الزنا. بس لو نفسه مخلصة أصلا. لا استنى، حتى لو عادي. نعم. ويحبس نفسه، هيحبس نفسه. يبقى إذن إيه؟ لو ما كلمة أصلا ضحك عليا، أصلا ما خدتش بالي. أنا هقول لك بس. الزانية والزاني. حط قدامها كده السارق والسارقة. المرأة قدمت فين؟ في الزنا. نعم. ما قدمتش في السرقة. الزانية يبقى فعل الزنا يتوقف على المرأة مش على الرجل. طب والرجل بس يتوقف على ايه؟ على المرأة. يعني لو جات المرأة قالت هو طلبني هو عمل، ارفضي. لو انت رفضتي هو هيتكسف على دمه. لكن لما هي تراوده، هي اللي فعلت اهي، علشان هو يقع في الزنا طلعه بره نفسه. فإن كانت نفسه مخلصة بلسان إبليس مش هيعمل. مش هيطلع. برافو عليك. طب وإذا كانت نفسه مخلصة من باب أولى بلسان الله، طب بكلام الله تبارك وتعالى، يبقى إيه؟ يبقى مستحيل. طب هنا ربنا قايل إنه من عبادنا المخلصين، وطبق عليهم إيه؟ بخالصة ذكرى الدار، وإنه من دائما المصطفين الأخيار. فده مستحيل. بس ركزوا معايا فيه، راودته ايه؟ عن نفسه. هي عايزه تخرجه بره عفه نفسه دي، يبقى هي ملاحظاها. وغلقت الابواب ليطمئن. وقالت هيت لك. هيت بقى دي ايه؟ ده اسم فعل. طبعا 99.9% يقول لك اسم فعل امر. لا. لا 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 لا، دي العربيه التي تحكم القران. هيت اسم فعل في مدار الطلب مش الامر. بقى اللي عماله تعمل له كل ده هتامره؟ اصحوا اصحوا، انتوا بتتكلموا ازاي؟ هيت ده من اسماء الافعال اللي فيها لين. الطلب في العربيه العامه وعربيه القران يقع على مدارات: الامر والرجاء والالتماس. الامر من الكبير الى الصغير، وبالتالي من رب العالمين إلى البشر، للبشر. طب والرجاء بين متساويين، والالتماس من الأصغر إلى الأكبر. هيت يقع فين هنا؟ رجاء. ها؟ أنا شايفه رجاء. ها؟ وهي نزلت تحت قوي، والتماس وصلت لإيه؟ بس هو في بيتها. أيوة. في بيتها. أيوة. وغلقت الأبواب. ها؟ وقالت هيت لك. فممكن ما هي هيت لك، ما هي ما انا هختار لك كلمه تانية. يلا تعالى. لا، هيت في اللين، هي كلمه في الليونه، في اللين العام، كلمه لينه. ممكن نشوف عشان هي شايفاه برضو مخلص وبتراوض على. ايوه كده، خايفه لا يرفضها. خليك كده، ارجع، انت رجعت اهو، انت رجعت تاني. هي شايفه في ايه؟ بعض علامات على العفه، في مواضع عفة، في حياء، في تربية، في حاجة مش بإيدين بشر. فقالت له إيه؟ هيت لك. عايز تصدقني؟ اقرأ اللي بعدها. قال إيه؟ قال معاذ الله. مش مثلا قال هو كده يصح، هي الأخلاق تسمح بكده، هو مخلص. أيوة. وذكرى الدار. يبقى قالته معاذ الله، تبين لك ان هي كانت لازم تقول ايه، تعمل كل ده ومع ذلك ما نجحتش. يعني كمان ما نجحتش ليه؟ لانها هي فاهمه الموضوع وعارفه ان ده صعب، بس هي ايه؟ امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبها. ده كلام مين؟ النسوة. وقال نسوه في المدينه. امراه العزيز، يعني شوف هي وصلت بحالها ان سيرتها لكتها ألسن المجتمع.
هم اصدقائها اللي هي جابتهم وقعدتهم بعد كده. بعد كده لسه هنتكلم فيها، لكن خدت بالك هي ليه هيتة؟ انا بقول لك كانت مفضوحة يعني. ايوه عايز ما كانتش بالظبط. فهيتة دي جت منها ليه هيتة لك؟ لان هي شايفة فيه كل حاجة هي يعني كل صعوبة في نفسه هي حطت قدامها ايه؟ عدة افعال. انها قالت انها عملت ايه؟ غلقت الابواب وراودته. أيوة. وقالت هيتة لك. ايوه يعني كل حاجة بتعملها بتعملها له علشان ما يقولش لا. ومع ذلك أول كلمة من فم يوسف عليه السلام معاذ الله، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، اللي هي إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. يعني يوسف وعي للمسألة دي، يعني يوسف في سن 16-17 هيوعى المسألة إن ربنا أحسن مثواي. أنتوا ناسيين وأوحينا إليه لتنبئنهم، وهو لسه قد ايه؟ سنين صغيره، طفل صغير، وهم لا يشعرون. الله تبارك وتعالى يا ساده غالب على امره، الايه اللي قبلها على طول مش كده؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. فانتوا مش قادرين تفهموا الحته دي، لان انا واحد بيسال يعني يوسف ولسه وصغير ويا دوب ربنا مكنه ومش عارف ايه، وبعدين تقول لي قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي. طبعا لانه هو مخلص، هل يصطفيه الله تبارك وتعالى وهو في شك يعني؟ يعني هل محتمل بعد أن اصطفاه الله وأصبح من المخلصين وبعدين يأتي يعمل عمل زي ده؟ هذا مستحيل. لكن قال معاذ الله إنه إيه؟ ربي أحسن مثواي. أحسن مثواي. شوف كلامه تاني إيه؟ إنه لا يفلح الظالمون. فمن يقع في مثل هذه الجريمة ايا كانت وحيثما كانت وفي اي زمان وفي اي مكان، ها، ظالم لنفسه وظالم ظالم لنفسه اولا وللمجتمع ثانيا، ثم ظالم لنفسه امام الله. ولذلك انا بقول لك ايه، ذكرى الدار دي عايزين نتعلمها. ليه؟ لان واحد يقول لك ايه، دي خاصه بالانبياء. لا، احنا عندنا ايه، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما قالش من الصادقين، خليك ايه، الصادقين بتوقيع الحال الانبياء والمرسلين، خليك معاهم. لو ما تقدرش تخليك معاهم ما كانش ربنا قالها لك، وما كانش ابليس قال ايه، الا عبادك منهم المخلصين. فانت خلص نفسك بايدك واخلص لله تبارك وتعالى، يخلصك الله تبارك وتعالى ان شاء. اخلص تخلص. ايوه، قاعده حقيقه، دي حقيقه. اذا انت اخلصت لله تبارك وتعالى خلصك الله تبارك وتعالى.